زيارة أهل القبور كيف تكون؟ زنوي فمجينا نفاس نوارني ونقومي نينجك في سيوم زن فمجينا نفاس نوارني زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام زنوي فمجينا فاس نوارني دي مزارة تيلو لبي زيارة شرعية زنوي مشروعة مستحبة زنوي فمجينا زي إكين في من الإسلام نوارني وزيارة بدعية زنوين فمجينا زين ميسي زابسا إفن فرونا ولات نومارا وزيارة شركية آلي نفمجينا زاي فين فان بونشابي ولات نومارا زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب هذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله زنوين نفمجين بيباب نفاسنا دي أنيسا نفوتانا لبي زنوين تشعزو بيباب يتومين زنزاني ني ماما فاسنا آية بارني شيخ الإسلام ابن تيمية إزاي فمانجي بيفاف فاسنا زان دين سنت فوتانا نبي زيارة الرجال للقبور لها شروط سنوين فمانجي لله فاسنا دين سكونديسيون أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الموت تذكر الدار الآخرة يتعظ زنوين ميكاسا زان لله ريف عندها عندها ما ينزل فاسنا زن ما تغيز ها هلا يرتشيس نها تشارو فافتيسنا على تشارو يعني كوتشن ألا يشد إليها الرحل يعني لا يصح أن يسافر مثلا من توليار مثلا إلى مرندوفا زنويت تكون ويه كاسا زن لزيارة القبور تكون ويه كاسا ليون من يعطون ويه فمنجينا فاسنا فوزان رو أنا وندي بلا سماء وسوي بغتولياريتو زيسكايا زيسكي أمرونداب زنوي هم يعطون زي بوزان رو ينام بكيتو أن فن زيارة القبور زنوي سنوي يعطون زي بوزان دينان ميانيتو زن فا سميت زي بارو الثالث أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات لفاريو مالن دي تكوني كاسا وزيز ليولو زي ميتشيت سوي همان فاسنا هنو دعا وليولو زي ماتي عاري تشبيتا زي كوفا هنو دعا وليولو اليو قولو زي على تنفاسنا يا بيام زي سبيتو هنو دعا وليزيرو زي فإن نوى بهذه الزيارة دعاء الأموات من دون الله هذه زيارة شركية فراوتا وزيز يزي منو زيارة زنوي ومان بفاسنا كا هنغاتك أمريو فاسنا رو زان نو فانبوا ساب نافا تبالا تبوا سبحانه وتعالى لبيان بات إذن عند القبور نقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم زنوي ليفا تون دان فاسنا رو بالا ديا تكون هنا الدعاء زينة بنا الرسول صلى الله عليه وسلم أما قراءة الفاتحة قراءة ياسين عند القبور هذه من البدع. عفا تيزان كو بان راوتشا كوي تونغ زان لي ولبا ماكي لي ولبا مان فاسنا بان كوي ما ماك سورة الفاتحة نا سورة الياسين زان بان دي فامرونا نا على تيمين في نون الإسلام. نعم.